إن شاء الله رح نستكمل اليوم مشتقة حاسة الضرب اقترانين، أخذنا في المحاضرة السابقة مشتقة حاسة الضرب اقترانين. إذا كانت عندي واحد من الاقترانين كثير حدود والثاني كان دالة أسية exponential، في محاضرة اليوم إن شاء الله رح ناخذ لو كان حاسة الضرب اقترانين واحد منهم عبارة عن دالة مثلثية. بالنسبة للاشتقاقات شرحنا كل مواضيع الاشتقاقات حتى الآن، الاشتقاق باستخدام التعريف أخذنا عليه ثلاث أجزاء، أخذنا مشتقات باستخدام القوانين للدالة الأسية ولكثيرة الحدود وللجذر، وأخذنا كمان في المحاضرة السابقة مشتقة حاسة الضرب اقترانين، وحكينا إنه مشتقة حاسة الضرب اقترانين هيها لو كانت أنا عندي حاسة الضرب اقترانين f x و j x مشتقتهم هي عبارة عن الأول كما هو هذا الاقتران الأول وهذا الاقتران الثاني، وعبارة عن الاقتران الأول كما هو مضروب في مشتقة الثاني، يعني الثاني بدي أشتقه زائد الاقتران الثاني كما هو مضروب في مشتقة الأول. طيب إذا لما أنا بدي أعمل حاصل ضرب اقترانين أشتقهم هيكون عندي جزئيتين في الحل، الجزئية الأولى الاقتران الأول كما هو مضروب في مشتقة الثاني زائد الاقتران الثاني كما هو مضروب في مشتقة الأول. أخذناه بالتفصيل في المحاضرة السابقة. رح نستكمل اليوم إن شاء الله عنا أول سؤال بخصوص الدوال، قبل أول سؤال بخصوص الدوال المثلثية أخذنا لها محاضرة كاملة مشروحة بالتفصيل كيف أشتق الدوال المثلثية وأخذنا عليها أسئلة كثيرة. خلينا ناخذ السؤال الأول، عندي مشتقة بدي أوجد سؤال ديفاين أف داش الإكس أف داش لأف الإكس. حكينا كمان إنه أول خطوة في مشتقة حاصل ضرب اقترانين لازم أحدد مين هو الاقتران الأول ومين هو الاقتران الثاني عشان إيش أتبع القانون، الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. طيب نيجي أنا عندي أف الإكس بدي أوجد مشتقتها، أف داش للإكس هي عبارة عن الاقتران الأول كما هو يعني إكس زائد 2 كما هي مضروبة في مشتقة الاقتران الثاني، هذا الاقتران الثاني هو عبارة عن مين؟ ساين الإكس. شو مشتقة الساين؟ هي كوساين الدالة الزاوية كما هي في مشتقة الزاوية من الإكس هي عبارة عن مين؟ واحد. هاي خلصنا مين؟ الجزئية الأولى اللي هي هاي زائد الجزئية الثانية ايش بتحكي لي؟ الثاني هي كما هو ساين الإكس مضروب في مين؟ في مشتقة الدالة الأولى اللي هي ايش مشتقة الإكس زائد 2؟ مشتقة الإكس اللي هي 1 زائد 2 مشتقتها مين؟ 0. بعد هيك بدي أجي أبسطها، فأبسطها عندي كوزاين اللي هي حيصير إكس زائد 2 مضروبة في كوزاين الإكس زائد الطرف الثاني 1 زائد 0 1 مضروب في ساين الإكس هي نفسها ساين الإكس. هيك بنقول إيه؟ عملنا مشتقة الدالة المعطية. نروح على السؤال الثاني، معناته ان اف الاكس هي عباره عن ساين اكس تربيع مضروب في كوزاين اكس تربيع، يعني الزاويه للساين هي عباره عن اكس تربيع وزاويه الكوزاين هي اكس تربيع. ساين اكس تربيع هي الاقتران الاول، حكينا لازم احدد الاقتران الاول هو مين وهي الاقتران الثاني، واضح؟ طيب ساين اكس تربيع مضروبه في كوزاين اكس تربيع، انا بدي اوجد المشتقه الاولى لمين؟ لساين اكس تربيع وكوزاين اكس تربيع. حسب قانون حاصل ضرب اقترانين هو عبارة عن الاقتران الأول كما هو، هي بينزل ساين اكس تربيع مضروب في مين؟ هي الجزئية الأولى. مضروبة في مين؟ في مشتقة الاقتران الثاني، وين الاقتران الثاني؟ كوزاين. شو مشتقة الكوزاين؟ سالب ساين الزاوية كما هي في مشتقة الزاوية. شو مشتقة الإكس تربيع؟ 2X. للي ما عرف كيف إحنا اشتقينا الدالة المثلثية والزاوية لإلها يرجع لمحاضرة اشتقاق الدوال المثلثية، رح أحط الرابط تحت إن شاء الله، رابط محاضرات الاشتقاق ورابط القناة. إذا هينا اشتقينا هي أول إشي الجزئية الأولى هي عبارة عن الاقتران الأول مضروب في مشتقة الاقتران الثاني زائد، خليني أكتب الجزئية الثانية هنا زائد الجزئية الثانية، الجزئية الثانية هي مين؟ هي عبارة عن الاقتران الثاني كما هو بدي آخذه وأحطه هنا من كوزاين الإكس تربيع مضروبة في مين؟ في مشتقة الاقتران الأول، مين الاقتران الأول؟ ساين،
الزاوية كما هي في مشتقة الزاوية. شو مشتقة x تربيع؟ 2x. هيك بنكون اشتقناها. لو بدنا نعمل تبسيطات بدها تصير عندي هاي سالب في موجب في موجب، حيصير سالب 2x مضروبة في الساين. لو بدي اجي انا ابسطها بأضرب دائما المتغيرات، بحطها بالاول مضروبة في مين؟ في الدوال المثلثية، حيصير 2x مضروبة سالب هيها هنا ساين x تربيع اللي هي الزاوية مضروبة في ساين x تربيع، يعني حيصير 2 عندي. زائد مين؟ 2x مضروبة في كوزاين الاكس تربيع، وكمان كوزاين اكس تربيع يعني حيصيروا 2. واضح؟ هيك بنكون اشتقناهم. بعد ما اشتقناهم عفوا انبسطنا. نيجي للسؤال اللي بعده. هلا نرجع انا عند الطلبة بيحكوا من اجى اس 2؟ اجى اس 2 لما انا بسطت الجزئية هذه. طيب. أول حاجة السالب هي كما هو جبته هنا. 2x مضروبة في الواحد اللي هان أو الواحد اللي هان رح يعطيني إيه؟ 2x مع السالب. بعد هيك ساين x تربيع هيدا. كمان مضروبة في ساين x تربيع، صارت عندي ساين x تربيع الكل تربيع، نفس الشيء عند الكوزاين. نيجي للسؤال رقم 3، بيعطيني f x هي عبارة عن مين؟ كوزاين x زائد 4 مضروبة في ساين 2x. طيب لازم انا حكيت احدد مين هو الاقتران الاول ومين هو مين الاقتران الثاني. عندي اف اكس كوزاين اكس زائد 4 مضروبه في مين؟ في ساين 2 اكس. شو مشتقة اف الاكس؟ حسب قانون حاصل ضرب الاقتران هو عباره عن الاقتران الاول كما هو هيو كوزاين اكس زائد 4 مضروب في مين؟ في مشتقة المين؟ الاقتران الثاني. شو مشتقة الاقتران الثاني ساين الاكس؟ شو مشتقة الساين؟ كوزاين 2 اكس في مشتقة الزاوية اللي هي 2. هيك بكون انا ايه؟ خلصت مين؟ الجزئية الأولى في الاشتقاق، في قانون الاشتقاق. زائد الجزئية الثانية. ايش الجزئية الثانية بتحكي لي؟ الاقتران الثاني كما هو بدي انزله هيو ساين 2 اكس مضروب في مين؟ في مشتقة الاقتران الأول. وين الاقتران الأول هلا؟ شو مشتقة الكوزاين؟ سالب ساين x زائد 4 في مشتقة مين؟ الزاوية. شو مشتقة x زائد 4؟ 1. مشتقة ال x 1 ومشتقة ال 4 0. هيك بنكون خلصنا. هلا بدنا نبسطها بعد الجزئية الأولى عشان أبسطها. الاثنين هاي مضروبة هان، بطلعها بالأول. هذه الاثنين اكس هي الزاوية تبعت الكوزاين، وهذه اكس زائد 4 الزاوية تبعت الكوزاين، فحيصير عندي 2 كوزاين اكس زائد 4 مضروبة في كوزاين عفوا هان سوري مضروبة في كوزاين 2 اكس زائد، هذه كلها الجزئية الأولى طبعا. الجزئية الثانية عندي 1 في عندي سالب، فهذا السالب سالب في الموجب بدها تصير سالب. واضح؟ أين عندي سالب مضروب في موجب بدها تصير سالب ساين 2 اكس مضروبة في مين؟ في ساين اكس زائد 4. هيك بنكون اشتقينا الدالة اللي معتني اياها. نيجي للسؤال رقم 4. سؤال رقم 4 معطيني اياه f x هي عبارة عن e اس 5 x زائد 4 بعتبره هذا الاقتران الأول مضروب في ساين x تربيع زائد 2 اللي هو هذا مين؟ الاقتران الثاني. أجي أشتق f ال x بدي أخذ f داش ال x وتساوي حسب قانون حاصل ضرب الاقترانين هو عبارة عن الاقتران الأول كما هو، يعني بنزل الاقتران الأول كما هو e أس 5 x زائد 4 مضروب في مشتقة الاقتران الثاني. هلا شو الاقتران الثاني؟ هي عبارة عن ساين. شو مشتقة الساين؟ كوزاين ال x تربيع زائد 2 في مشتقة الزاوية. شو مشتقة ال x تربيع؟ 2 x ومشتقة 2 0. إذا هلا إيه؟ أنا عملت مين؟ الجزئية الأولى زائد هاي الجزئية الأولى أنا عملتها.
زائد الجزئية الثانية. شوف لي الجزئية الثانية هي عبارة عن الثاني أيوه A sin X تربيع زائد 2 مضروب في مشتق الأول. شو مشتق الإكسبوننشال؟ E أس 5 X زائد 4 اللي هي مشتقة الإكسبوننشال. هي نفسها مضروبة في مين؟ في مشتقة الأس. شو مشتقة الأس؟ شو مشتقة 5 X زائد 4؟ 5. من وين أنا جبت إنه مشتقة الإكسبوننشال هي نفسها مضروبة في مشتقة الأس؟ يعني ما حضر محاضرة مشتقة الدوال الأسية يرجع لها، الرابط رح يكون تحت إن شاء الله. طيب بعد هيك لو احنا بدنا نبسطها بدها تصير عندي هي اف داش اكس بتساوي الجزئية الأولى، بقدر أنا أضرب 2 اكس مضروبة في مين؟ في الإكسبوننشال، حيصير 2 اكس أبسط. يعني لما بنيجي عادة بنبسط الحدود بالأول بنحط إذا في عندي أرقام، بعد هيك إذا في عندي كثير حدود، بعد هيك بضرب في الدوال الأسية، بعد هيك في الدالة الأسية. هذه الدالة مثلثية، بعد هيك في الدالة الأسية. يعني بالأول بحط 2 إكس مضروبة في الكوزاين إكس تربيع زائد 2 مضروبة في الإكسبوننشال إكس 5 إكس زائد 4 زائد طبعا هذه كلها الجزئية الأولى. الجزئية الثانية نيجي نبسطها، هي الخمسة بحطها هان بالأول. هذا بس التوسيط أو ترتيب، مش توسيط عفوا، ترتيب حدود. ترتيب الحدود الخمسة بتيجي هان مضروبة في ساين إكس تربيع زائد 2 مضروبة في الإكسبوننشال 5 إكس زائد 4. هيك بنكون خلصنا السؤال رقم 4. عدد السؤال رقم 5 أخذ الإكس هي عبارة عن جذر تربيعي ده إكس تربيع زائد 5 إكس مضروبة في تان إكس تربيع. إذا عندي جذر إكس تربيع زائد 5 إكس مضروبة في تان إكس تربيع. بالأول بدي أحدد هذه هي عبارة عن الاقتران الأول وهي الاقتران الثاني. طبعاً أخذنا محاضرة كاملة لمشتقة الجذر التربيعي باستخدام القوانين، ومشتقة الجذر التربيعي محاضرة منفصلة لها كمان استخدام التعريف. خلينا نشوف كيف بدي اشرح. هي عندي اف داش تان اكس وتساوي الاول حسب قاعدة حاصل ضرب اقترانين مبين، هي عندي الاول والثاني. القاعدة بتقول الاول كما هو مضروب في مشتقة الثاني. وين الاول؟ هي كما هو بينتهي الجذر اكس تربيع زائد 5 اكس مضروب في مشتقة الثاني. شو مشتقة الثاني؟ الاكس تربيع. مشتقة التان هي عبارة عن سك تربيع الزاوية. مين الزاوية؟ اكس تربيع. في مين؟ في مشتقة الزاوية. خليني بس اكتب التربيع اكبر شوي عشان يبين. اكس تربيع في مشتقة الزاوية. شو مشتقة اكس تربيع؟ 2 اكس. هلا التربيع هذه هي من قانون مشتقة التان. عندنا التان مشتقتها تان الاكس مشتقتها سك تربيع للاكس. لو انا عندي تان ثيتا شو مشتقتها؟ سك تربيع للثيتا. يعني هذا التربيع هو اصلا من وين؟ من قانون مشتقة التان. واضح؟ لكن هذا اكس تربيع اللي هي الزاوية الاصلية. اذا شو مشتقة التان؟ اكس تربيع هي سك تربيع للزاوية في مشتقة الزاوية. هاي خلصنا الجزئية الأولى. زائد خلصنا الجزئية الأولى. زائد الجزئية الثانية هي عبارة عن الاقتران الثاني هيو كما هو اللي هو تان إكس تربيع مضروب في مين؟ في مشتقة الاقتران الأول. وين مشتقة الاقتران الأول هيو؟ اللي هو مين؟ شو مشتقة الجذر التربيعي؟ هلا أنا وصلت هنا إنه الاقتران الأول هو عبارة عن جذر تربيعي. أجي بحكي شو مشتقة الجذر التربيعي؟ أخذناها واحد على اثنين الجذر كما هو بكتبه. شو عندي الجذر بكتبه زي ما هو إكس تربيع زائد 5 إكس مضروب في مين؟ في مشتقة ما بداخل الجذر. شو مشتقة ما بداخل الجذر؟ شو مشتقة إكس تربيع؟ 2 إكس زائد شو مشتقة 5 إكس؟ 5.
زميل بنكون خلصنا الجزئية الثانية. هذه هي عبارة عن الاقتران الثاني كما هو. هذه كلها هي عبارة عن مين؟ مشتقة الجذر التربيعي. للي ما مش واضحة لإله كيف اشتقت لنا الجذر التربيعي، راح أحط الرابط تحت في محاضرة الجذر التربيعي، بإمكان يرجع في أمثلة كثيرة على اشتقاقات الجذر التربيعي. بعد كده لو أنا بدي أبسطها بدها تصير معايا هاي ده اف داش اكس، بدها تساوي حكينا 2 اكس بضربها بالأول، هاي 2 اكس، بعد كده جذر هاي اليمين اكس تربيع زائد 5 اكس مضروبة في مين؟ في 6 تربيع للإكس تربيع. هاي الجزئية الأولى إيش؟ ترتبط حدودها زائد الجزئية الثانية عندي تا إكس تربيع مضروبة في البسط اللي هي الواحد مضروبة في 2 إكس زائد 5. كيف بدي أرتبهم؟ وهي المقام كما هو 2 جذر إكس تربيع زائد 5 إكس. هلا في البسط الواحد لما أضرب في 2 إكس زائد 5 راح يعطيني نفس القيمة. مضروب في مين؟ في تان اكس تربيع. هيك بيكون انا عملت الاشتقاق، وبعد ما عملت الاشتقاق رتبت الحدود. هذه هي عباره عن الجزئيه الاولى والجزئيه الثانيه. خليني امسح حال وناخذ اخر سؤالين معها. السؤال رقم 6 عندي اف اكس هي عباره عن اكس تربيع مضروبه في كوزين اكس. اول خطوه حكينا ان انا بدي احدد مين هو الاقتران الاول ومين هو الاقتران الثاني. بعد ما بدي ارجع اشتقق اف داش الاكس حسب قوانين الاشتقاق او حسب قانون الاشتقاق حاصل ضرب اقترانين. عندي حاصل ضرب اقترانين هو الاقتران الاول كما هو مضروب في مشتقة الثاني. اذا هي الاقتران الاول كما هو مضروب في مشتقة الثاني، الثاني هو عبارة عن كوزاين. شو مشتقة الكوزاين؟ سالب ساين الاكس في مشتقة الزاوية واحد. خلصت الجزئية الأولى. زائد الجزئية الثانية هي عبارة عن الاقتران الثاني كما هو في مشتقة الاقتران الأول. شو مشتقة إكس تبعيد؟ هي عبارة عن 2 إكس تربيع، عفوا 3 إكس تربيع. لو بدي أجي أبسطها سالب مضروبة في إكس تبعيد سالب إكس تبعيد ساين إكس زائد 3 اكس تربيع مضروبة في كوزاين الاكس. هيك بنكون خلصنا السؤال رقم 6. يجي بقى اخر سؤال معطيني اياه، هو عبارة عن الاكسبوننشال هي اس الاكس مضروبة في كوزاين الاكس حسب قاعدة حصل ضرب الاقترانين. من الاول بدي احدد الاقتران الاول وهي الاقتران الثاني. عندي اف داش للاكس ايش بدها تساوي؟ بعد التشكيلي الاقتران الاول كما هو اي اس الاكس مضروبه في مشتقه الاقتران الثاني. شو مشتقه الكوزاين؟ هي سالب ساين الاكس في مشتقه الزاويه. شو مشتقه الاكس؟ واحد. هذه الجزئيه الاولى. زائد الجزئيه الثانيه هي عباره عن الاقتران الثاني كما هو بكتبه مضروب في مشتقة الاقتران الأول. الاقتران الأول إي أس إكس مشتقة الإكسبوننشال هي نفسها الدالة مضروبة في مشتقة مين؟ الأس. شو مشتقة الإكس؟ واحد. نيجي نرتب الحدود. عندي إي أس إكس مضروبة في سالب وفي واحد، يعني حيصير عندي سالب. حكينا يفضل دائما نحط الأعداد الأول، بعدين إذا في عندي إكس أو دالة كثير حدود، بعد الدوال كثير حدود إذا في جذور، بعد الجذور بحط ساين دالة مثلثية، بعد كده بحط الإكسبوننشال. يعني حيصير عندي سالب ساين الإكس مضروبة في مين؟ في الإكسبوننشال الإكس لوحدها زائد إي أس الإكس اللي هي حيصير عندي في الكوزاين الإكس مضروبة في إي أس الإكس. هلا بإمكاني أنا أبسطها كمان، هي عفوا أبسطها. عندي إي أس إكس ممكن آخذها عامل مشترك، يعني حلو أجمع الحدود مع بعض. آخذ إي أس إكس عامل مشترك، شو حيضل عندي؟ كوزاين الإكس ناقص ساين الإكس مضروب كله في مين؟ في إي أس الإكس. من وين أجد سالب؟ بس رتبت الحدود بما إنها موجب كوزاين
نهاية محاضرتنا، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. المحاضرة اللي بعدها راح تكون إن شاء الله اللي هو مشتقة حاصل ضرب أكثر من اقترانين، يعني لو كان عندي 3 اقترانات 4 اقترانات كيف أنا ممكن أشتقه. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي على خير.